واتكلمنا على أعمدة الحياة أو المستوى الأول من الأولويات. دول الأمور التي لن تستقيم حياتي بدونها، من غيرها حياتي هتبقى خربانة. أنا مثلا حددت من أولوياتي صحتي النفسية، صحتي الجسدية، أسرتي، عملي، بيتي، وعلاقاتي الاجتماعية. دول كانوا أعمدة حياتي أو ركائز حياتي اللي حياتي لن تستقيم بدونها. صحتي النفسية وصحتي الجسدية مهمين جدا جدا علشان أقدر أفانكشن، علشان أقدر أقدم اللي أنا عايز أعمله في عملي، علشان أقدر أخدم أسرتي وأحب أسرتي بالشكل اللي أنا بتمناه، علشان أحافظ على بيتي بيئة لطيفة جميلة، يعني يبقى المكان اللي بنرتاح فيه، كمان علشان أحافظ على علاقاتي الاجتماعية سواء مع أسرتي أو مع أصدقائي أو مع زملائي في العمل. يبقى هم دول أعمدة حياتي اللي هركز عليها. علشان أقيم التوازن في حياتي بناء على أعمدة حياتي اللي أنا حددتها لنفسي، في تمرين لطيف جدا جدا هو عجلة الحياة. تمرين مشهور قوي قوي قوي، ان احنا بنتصور حياتنا زي القرص، زي العجلة، زي الدايرة. الدايرة او العجلة هي اكتر شكل متزن، لان المسافة من نقطة السنتر، من المركز لأي نقطة على محيط الدايرة ثابتة. فلما اقسم الدايرة دي على حسب أعمدة حياتي وأقيم مدى رضاي عن كل جزء من أجزاء حياتي، عن كل ركيزة من ركائز حياتي، هشوف إن أنا أدائي في ناحية عالي جدا جدا، لكن أدائي في ناحية أخرى مش قد كده. تعالوا نشوف المثال اللي قدامكم. هنا أنا أولوياتي عملي، صحتي، علاقتي العاطفية مع زوجي، علاقتي مع أصدقائي وعائلتي، البيئة المحيطة بي، النمو الذاتي، الفن والمتعة والمرح، وآخر ركيزة من ركائز حياتي هي الفلوس أو الأمان المالي. مسكت الدايرة وقسمتها لكل الأقسام دي، 8 ركائز اللي موجودة في حياتي، وابتديت أقيم أدائي ورضاي من 0 لـ10 في كل منحة من مناحي حياتي. على سبيل المثال، في الكارير اديت 6.5، الصحة مش قد كده 6، علاقتي مع جوزي 7، بالنسبة للأصدقاء والعائلة 5، بالنسبة للفيزيكال انفايرومنت أو البيئة المحيطة بي 7، على مستوى البيرسونال جروث أو إزاي أنا بنمو، إزاي بطور نفسي وإزاي بحسن من ذاتي 7، بالنسبة للفن والريكرييشن والخروج والفسح 4.5، بالنسبة للأمان المالي 4. هنا دلوقتي أقدر أشوف في 3 مناحي من مناحي حياتي أدائي فيها عالي 7/10، لكن في مناحي أخرى للأسف أدائي فيها مش قد كده. الأمان المالي يمكن محتاجة أكسب فلوس أكتر، يمكن محتاجة أحوش أكتر، يمكن محتاجة مصرفش فلوس أكتر، أو مثلا الفن والريكرييشن، إن أنا مثلا ما عدتش بعمل هواياتي زي الأول، ما كنتش مدي اهتمام كبير قوي للخروج والفسح مثلا، حاجة زي كده.
في حاجات ممكن تتحسن اكتر واكتر بالنسبة لصحتي، مثلا ممكن ازود الرياضة اكتر واكتر، اهتم بنفسي اكتر واكتر. فالتمثيل المرئي للاتزان في حياتي باستخدام التمرين ده سهل عليا اني اشوف فين النواقص علشان اركز عليها. باستخدام النموذج المرفق تقدروا تعملوا هذا التمثيل المرئي لعجلة حياتكم وتقيموا الاتزان في حياتكم.